ابقى يا ابني اوصل الفيديو ده ل 50,000 لايك وهركب صحرا على الفرس. لا هركب. يا صباح الفل عليكم حبايبنا في كل مكان، اذا كانت دول عربيه او اجنبيه، نهاركم زي العسل باذن الله. والنهارده فيديو قوي جدا وان شاء الله هيعجبكم انتوا، انا عارف بتحبوا اللمه بتاعتنا، بس وصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك عشان نعرف ان الفيديو عجبكم وتشجعونا ونعمل فيديوهات اقوى من كده. النهارده طبعا قررنا ان احنا نعيشكم معانا اليوم كامل من اوله لاخره، وطبعا بحضور اخواتي وبحضور ابويا وامي، وان شاء الله هيبقى فيها اجواء كتير واحداث كتير. واول حاجه هنعملها صحرا طبعا بتصحي الاولاد جوه بتلبسهم وبتظبطهم وانا هروح بقى ايه بالعربيه كده اجيب لهم فطار جميل، وحاول على الحاج والحاجه ومحمد وحسن نجيبهم برده يجوا يفطروا معانا في الجو الجميل ده. انا شايف الجو النهارده شمس وجميل زي ما انتم شايفين، فنستغل بقى الشمس ديت وناخد شويه طاقه كده ايجابيه. ويلا حبايبنا دوسوا لايك دلوقتي واكتبوا الكومنت بتاعكم الجميل واستنونا في فيديوهات اقوى من كده. طبعا حبايبنا احنا جينا السوبر ماركت، بس بصراحه انا محتار اجيب ايه، مش عارف. شايف في فطاير هنا، مش عارف بقى اجيب فطير وعسل وجبنه والكلام ده ولا نقضيها جبن. طبعا كل كده جبن على مزاجك. تمام. والمخللات برضو ده عسل صح؟ نجيب عسل كبير، بطرمان كبير، بطرمان طحينه. نجيب الفطير الكبير ده ونسخنه في الميكروويف. هو ممكن يسخنه لي بره في الفرن صح؟ كنت بصلي الظهر. طالما بتصلي اعمل اللي انت عايزه، احنا مش مهم. مش عايز المخلل اللي عايزه. لا دلعني بقى، انا مش بقول لك اعمل ايه، انت دلعني. حاضر اللي انت عايزه. انت دلع الدنيا. هظبط لك الدنيا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ حبيبي تسلم ايدك. تسلم ايدك. نجيب ايه تاني؟ عندك حاجه حادقه؟ في في ايه حادق؟ في مش سكري، في جبنه قديمه. جبنه قديمه. هات لي جبنه قديمه. جبنه قديمه هتظبط الكلام، يبقى جبنه قديمه برده مع الفطير بتبقى حلوه. بقى نشوف الكاشير ونحاسب ونكمل يومنا بقى، وراح اجيب حسن ومحمد عشان نجيب المهره بتاعتنا، عشان خاطر انتوا عارفين اني محطوط في مكان بعيد عننا، فاقول بالمره بقى ايه هما يبقوا معايا، حسن يسوق العربيه وانا ايه اخد الفرس وامشي. الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق. جبت محمد اهو البطل بيزول عربية. محتاجين سواق، فانا جيت لهم بقى. وعزل ورا اهو. سبحان الله، انا بحب اركب عربية محمود اخويا دي، مش عارف ليه. عارفين انتوا العربيات اللي هي تحس ان هي بتمشي لوحدها، ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر، اللهم الحق حسن. ما تديش كلاكس ليه؟ انا نفسي ازمر. نفسي ازمر. لا يا ما بتديش كلاكس غير في الوقت ما بص يا جماعة والله ما بتديش كلاكس خالص. لا هي لما بتحس ان انت محتاج كلاكس تديك كلاكس، انما هتلعب وهتهزر ما بتهزرش. اوبشن اوبشن اوتوماتيك. طبعا احنا رحنا جبنا فطار بقى، قلت احوض عليهم بالمره عشان الفرسه طبعا احنا حاطينها في مكان، مع ان انا اصلا عندي كورس المفروض ان انا امشي، بس انا قلت ايه مش مشكله هستنى شويه، لان انا عايز اللي هو ايه اشوف الفرسه كده بقى وهم هيعملوا معاها ايه. لا ده انا مدلعها النهارده، لان انا ما بفطرش خالص الصبح، ففرصه بقى النهارده افطر، لان الامتحانات اللي احنا فيها الفتره دي تعباني جدا، فادعوا لي بقى كده لان انا مش عارف اي حاجه. انا بروح كده على الله. بيروح يرجع في البركه. عارف احلى حاجه بقى النهارده ايه؟ بامانه ان محمود فطرنا فطار فلاحي. جاي فطير وفي كمان ايه ده، احنا هندلع الدلوعه بتاعتنا. هتركبني الفرسه بقى النهارده. هتركب يا باشا، ده انا جايب لها حوالي. تعمل معايا تحدي؟ خليهم فجاه. انت رايح فين الشارع اهو؟ رحت لعم عبد الرحمن علشان كنت عايز ادخل اشوف الفرسه، فالمهم لقيت واحد اللي هناك فما يعرفنيش اصلا. لا ما يعرفكش. فانت عرفه وقت ما احب اخد الفرسه. انا اعرفه انت معايا دلوقتي ان الفرسه بتاعت حسن مش بتاعتي. وانا ومحمد. علشان وقت ما اروح اخد الفرسه مثلا اجري، عارف انت اي احمد السنة. بس احنا خلاص استقرينا على اسم ميرا. لا على فكره اسمه فرحه احلى. اسمه فرحه احلى يا راجل. سميها فرحه. اسمع مني انتوا، ايه رايكم يا جماعه في التعليقات؟ والله العظيم فرحه جميل، والناس كلها تقول لك فرحه حلو. واسمع كلام محمد وحسن، وانت رايك اسمه فرحه جميل؟ يبقى فرحه. ماشي يلا هنخش نجيبها حبايبنا. الله ينور يا حوده. نروح بقى نحميها وندلعها. حبايبنا في التعليقات كانوا بيقولوا لي ده انت حنين قوي يا محمود وهتهريها بوز. بصوا هاتي بوز. يا جماعه انا بعشق الحيوانات. صح بالله. كنت لسه هقول والله العظيم انا بعشق الحيوانات. هنفطر بقى ايه؟ انا بقالي كتير اصلا ما اكلتش لا فطير ولا عسل ولا الكلام ده. فطير. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ بس لا بجد تسلم ايدك يا حبايب. دلعكم النهارده اهو. الاكله الجميله ديت والفطير. وجبنا ونجيب بقى الاكل جوه. تعالى بقى نروح للحاج والحاجه عجبتهم الشمس قوي. الجو جميل النهارده. لا خليها بالعرض يا حبايب.
كده خليهم جنب بعض، يعني خليهم جنب ايه بعض كده. حسن يا جماعه لسه برضو ايه يعني زيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. ايه رايك في القعده دي؟ مية مية. ايه الاكل الجميل؟ زيكم حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله صباحكم كله قشطه وجبنه بيضة وفي عسل وعسل شيل معايا وفي غدا وقاعدين معايا اليوم كله النهارده حبيبي. اكرم اديهم بوسه. اكرم لابس اسود في اسود. ايه يا اكرم اللي انت عامله؟ ايه طبعا اكرم بيقلدني عشان لابس غامق، فراح جاي طالع الدولاب وجايب زي. الله ينور عليك يا صاحبي. لا بجد انت النهارده مبدع عسل. بص بقى على ما نفطر تقيدنا على حله لحمه كبيره حلوه كده، واحنا على ما تخلصوا الاكل نعمل بقى الروتين لفرحه فندي اللي حسن سماها لنا. اسم فرحه حلو ولا عليها اصلا كفرسه. بسم الله. احلى حاجه عملتها ان انت جبت فطير. والله ايه رايك؟ والله العظيم مع اني تصدق بالله والله لا اكل فطير ولا بشبع منه، بس انا راسم على ان في اكله حلوه تقيله، فانا قلت مش مشكله. يعني دي تحبيشه كده. انا ماليش تقول ممكن اكل حتتين واشبع. يعني النهارده يومنا عندك ان شاء الله. مش متحرك من هنا ان شاء الله. مش ماشي من هنا. لا بس انا لو ما لحقتش الغدا اكل اكل. ما لحقتش الغدا راح فين؟ عندي كورس. هو ايه اللي راح فين؟ خلص الكورس هتلاقي الغدا خلص. انا بمتحن. بتمتحن؟ انا بنتحر مش بمتحن. ما بمتحن. انا سمعت ان ميلو جايبه شامبو من فرنسا لمحمد، صحيح؟ صحيح. بستخدمه معاه يا راجل. والله وينفع اللي ياخدوا الفرصه؟ طبعا فرحه تطلب وتتمنى. لا طبعا استحاله. نعم ليه تستحمى بشامبو من فرنسا؟ ايوه. ليه؟ ايوه ليه؟ واي شامبو ده مين؟ ده انا ما بستخدموش غير كل اسبوع مره. لا 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 انا ما بشوفش حاجه. ليه العيال عارف الشامبو؟ ما بشوفش حاجه. الشامبو مكمره ده في مره لقيته عينه في النيش اللي المكان اللي ما حدش يخطر على بال حد. عشان انت مش عارف تفتح النيش وتخش. ما عشان ريحه من ريحه الغالي. من ريحه الغاليه. بتاكل يا اكرمه؟ مدلعاه. حلو يا اكرم. كل بيض. هات يا محمد ناولنا بيض من عندك. اهو كده. خد يا اكرم. خد يا حاج. اكرم بياكل البياض بس. عندي اكل بيض. اكرم بياكل البياض بتاع البيض. لا بس اكل حلو يا محمود. الله يفهم. ادعوا له ادعوا له. يعمل بيت ابو تعمل فرع لحمه ضاني ولا لحمه عاديه؟ لا لحمه ضاني. لحمه ضاني. لحمه ضاني بالريش. هو الحاج بياكل اي لحمه ويتسبك تسبيكه جامده. ماشي. ويتقلب دهن ضاني. ماشي. انا عارف. على ما نظبط فرحه تكون انت فرحتنا بالجدوى الحلوه دي. من عينيا. لا براحتك احنا لسه واكلين اهو. ايه يعني خلاص؟ هي سهر الساعه بالظبط. لا قلت لك الغدا جاي. ان شاء الله. يبقى انت مش عايزنا ناكل. لا شطر. ساعه شطر. يعني بناكل وبعد ساعه تقول لي مش عايز. لا الاكل يجهز وناكل وقت ما ناكل، وقت ما تقول يلا ناكل هناكل. براحتك. انا اصلا النهايه مش هتتاخر. يلا عشان الفيديو ما يبقاش طويل بقى كمل اكل بقى، وانا وابو علي ومحمد نظبط فرحه على ما ايه سحر تظبط الاكل. بس في الشامبو بتاع ميرفت لو سمحت. مش بيها يا عم؟ مش عايزين منك حاجه بنقص يا عم. اشتري لك انا هجيب لها شامبو وحصينه وزيت حصينه يا عم. حماها ببريل. لا يابا. لا بص بص خد لها من الشاور بتاعنا وخلاص. سحر عندها شامبو. يروح فين يا اكل؟ تعالى راح فين؟ هاكل معايا. هاكل معايا. مش بقول لكم بيحب يقلدني؟ بدون بوسه. يلا كل. خد بيضه. بيضه حلو. لا انا عايز بيضه. عايز ايه؟ احطها هنا. احطها هنا؟ احطها هنا؟ لا ما هنا مش حلو. الطبق. حطها على الطبق هنا؟ اه. بس عشان ما ناخدش الجبنه من قدام جدك. لا اديله اديله. خد خليها في ايدك كلها. ليه؟ اه طبق جبنه اهو. يلا. ما تخافيش يا حمام. استحمى ما تخافيش. ايوه هنيها كده. ما تخافيش يا عسل. اديها بوسه اديها بوسه عشان تهدي. لا مركب بتغير يا عم. بيرو بتغير. اه كده عشان ما تغرقش. بس بقى اوعى بص. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده بص 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 الاطراف الاول كده عشان ما تتسرقش. لازم تحس ايه تفهم الاول تاخد تفهم ان دي مش حاجه وحشه، ان دي حاجه ايه؟ حاجه عاديه. حاجه دي نظافه. ايوه. والمفروض المايه تبقى اهدى من كده. هديني المايه شويه يا محمد. الحصيره بتكسر الميه. بص الكيش ازاي؟ على حماها بالشامبو بتاعي ايه؟ لا انا جبت لها الشاور يا عم على ما نشتري لها شامبو خاص بالكيش. محدش هيلاقيك ولا ايه؟ لا لا ما تروحش عليها دلوقتي. ليه؟ انت مصمم؟ لا ما تروحش عليها دلوقتي. ما تروحش عليها دلوقتي. طبعا حبايبنا لو في حد معانا في من المتابعين فاهمين اللي انا بقوله يقول لي برضه انا صح ولا غلط. يا ابني انت مصمم برضه تروح عليها؟ على ايه؟ لا ما ينفعش الميه دي انت ما طلعتش على ظهرها. اصبر يا محمد. الميه ما طلعتش عند ظهرها، هي كده بتتصرف على الميه. بص لما تحط المعلقه ظهرها وتلاقيها ثابته تعرف ان هي بقى ايه. بص كده وفضع دي فيها. بص هتقفلها ايه. بس بس انت شكلك فاهم يا نصر. بص كده يا وضع دي فيها. ابعد عنها. ايوه ايوه. بس بس بس
بس احنا بنقل لك يوم ايه مشمس وميه ميه عشان نحميكي فيه. اه ادي بوز والنبي لك جيبي بوز. ادي بوز ادي بوز يا عم لا تعوضك هتلاقي نفسك جوه بقاه. عيب عليك صح عشان نديله صح. العيال سحر يا سحر تعالي شوف جوزك بيخونك. بس يا ابني عيب عليك. بص كده بقى ايه بدات تهدى بدات تستحلى الميه كده تخش عليها بالفرش. سحر بتخاف بالرغم ان ابوها الله اكبر عليه خيال كبير يعني بس هي مش جريئه. بص يا بص بتخاف من الميه. هدي بوسه تاني بوسه تاني تيجي تبص. لا يا عم هات بقى الفرشه بقى محمد واشتغل كده. جوزك عمال جوزك عمال يبوس. عرفت بقى كده؟ هي كده هتسيبني؟ اه هي كده فهمت خلاص بس من غير صوت. اهم حاجه ما تعملش صوت عشان ما تتخضش. لا انت كده بتحمي بيبي امره بتفرفش عليا. لا ما تخافش. هات يا النبي يا سحر الشاور. شاور مين ده ليه؟ عمال ماسك فرحه ونازل فيها بوس. اه اه هي هتغير من حصان. اه ادي بوس ادي بوس. الحق الحق والنبي. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه رايك؟ طب تعالي اديها بوس. لا عمري ليه يعني ان شاء الله؟ لا غسيلي قشطه غسيلي قشطه. العب حاجه انا بفتح خميس وجمعه. المهم ما تجيش وراه. اوعى تيجي وراه. ده شاور بيحل الشعر وبيقوي الشعر بيمنع السكون. لا حلوه دي النقطه دي بتاع ابلة ساحر مش بتاع اي حاجه. اه يلا لازم تعرف الفرس على اي حاجه بتحطها على جسمها. والله؟ اه والله بجد. انت لو حتى هتحط عليها قماشه ادي بوز. ده انا ههريها بوز. ده وفزها بمناخيرها اصلا. بتحطي وزيل على؟ بشعرها ناعم ما شاء الله حلو. يلا يلا روق روق عليها روق عليها البطه دي. يلا هات يا محمد تتقص يا محمد. هات يا محمد. لا مشيتها يمشي شويه عشان ما تتعبش. هات كده كده تدلع الفله كده كده بتنزل سجاده بالظبط. ما تجيبش ميه تاني ما تجيبش ميه تاني. بس رغي رغي رغي. عدلته كده عدلته كده عدلة الشعر اليمين كده. ايه رايك يا ابو علي؟ الله ينور عليك. يجي مني؟ يجي مني. هي كده تحبنا؟ اه طبعا. بص الخيل ده قريب جدا من الانسان. صح يا باشا؟ فرحة اسم فرحة حلو ولا مش عاجبك؟ لو مش عاجبك نغيره. حلو؟ أهل حاجة إن أنت تتكلم بالحاجة اللي أنت مربيها. تعرفك، تحبك، تتعامل معاك. إحساس حلو قوي أصلاً وأنا بعمل كده وهي سايباني. أه خد بقى إيه؟ سرحها من هنا، سرح من هنا عشان إيه؟ أنزل أجيب أنا الجلح. ما نجيب فرشة تاني أحسن؟ عشان نخلص سوا. حسن طبعاً خايف يدهول نفسه وإحنا مش عايزين يدهوله عشان عنده إيه؟ كورس فيروح نضيف. ده انا هسيبك وامشي دلوقتي اصلا. ليه يا باشا مش هتاكل معانا؟ لا ما انا مش هلحق لما اجي ابقى اتغدى بقى. ماشي لانك مالك؟ لان انا متاخر. ده انا عمالين يرنوا عليا. لانك اه مش قوي يا محمد. بس 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 مش قوي بس عشان الميه اللي عندك دي مش بس. استنى بظبط لك الديل اهو. الله ينور عليا والناس حواليا. دلح اخر دلع. طبعا احنا خلاص شطفناها وظبطناها ونزلنا الصابون من عليها وجي وقت بقى ايه ان احنا ننزل الميه ونسرحها بقى بالاختراع اللي انا كنت شفته على اليوتيوب ده قبل كده دي منشار اللي هو الحداد. يلا جاهزه؟ شاطره. بص تلاقي الشعر الميت بيطلع فيها وهي بتستحلاها اصلا. مشت حلو ومسكر كده جميل اهو. وهجيب لك زيت شعر ما تقلقيش هظبطك. سرح كده شعرها عشان تبقى مزه. هنروح بقى انا وانت بعد ما تكون نشفت نروح نجيب السرج بتاعها من عند الراجل. اوكي. بيتهيألي بيبقى ليها مشاط معينه صح؟ ممكن عشان يستحسن بس هي هتبقى مزه برضه. هاتي بوسه بقى. فرحه. طب احنا ما جبناش على الحته دي. استنى هاتي بوسه هاتي بوسه. عسل عسل ما تخافيش. بصي ده مشط اهو. اهو بص لازم الفرسه تتعرف على الحاجه اللي رايحه على جسمها عشان ما تخافش. اهو بصي ما تخافيش. بص كده بقت هاديه اهي. ايه رايك يا مزه؟ يا مزه حسن اللي سماك هو محمد. هاتي بوس. يلا روح اجيب لك السرج واجي. ماشي طبعا حبايبنا لسه واصلين بقى انا ومحمد بيصورني تعب معايا بصراحه وايه خدنا راي بعض كده في كام حاجه وجبنا ايه بتاع دوت ربنا يسهل كده ونعرف نركبه لها. احنا جبنا ده الاول نطلعه من الكرتونه.
والتاني في الشنطه. طلع ده الاول. ابويا هنا قاعد ومسلطن على الاخر، قاعد بيتفرج على اليوتيوب وبيخلي باله من فرحه عشان كانت بتنشف في الشمس وكانت بتاكل. بص كده الحاجات اللي احنا جبناها دي، عندك فكره بتركب ازاي؟ لا ما عنديش صراحه. خالص انت هتعرف تركبها؟ انا شفت فيديوهات في اليوتيوب فهحاول. خش بس اجيب السرج الثاني. بتاع ده تقيل. استنى منها. لا بس شكله حلو يا ابو ساهل. يا رب يلا بينا. تعرف تساعدني يا حاج ولا ايه؟ قول لي اعمل ايه كذا وانا اعمل. طب جمع معايا كده. المفروض ما اعرفش اجمع دي مع دي. ما اعرفش هو رابط لك دول مع بعض. ما هو ده السره ودي الراس. هي مالها؟ هي عارفاه ولا ايه؟ ايه يا فرح ده كده بتهيألي اللي قدام، صح يا محمد؟ بيركة في الدماغ. ده اللي في الدماغ. ايناس عملت لك شاي اهو. الله ينور عليك يا ايناس. ميرسي. طب ابوكي مالوش نصيب ولا عشان لسه ابوك جاي من بره؟ اعملي لي انا وعمك قهوه. خلي انجي تعمل لنا قهوه. انتوا بقى ايه عارفين بيركب ازاي؟ عرفونا في التعليقات، لان اول مره الصراحه بجد انا ما استنيتش لما عبد الرحمن يجي يركبه له. هو ادرى مني في الموضوع ده. لازم اعرفها ايه على الحاجه دي. حاجه حلوه احسن من المعفنه اللي انت لابساها دي. ماشي تبقى هاديه معايا بقى. هاتي بوسه. عسل. يلا ركبوا بقى، واللي يعرف برضه بيركب ازاي يعرفني في التعليقات. أول مرة تركب كده يا حاج صح؟ لا مش أول مرة، ركبته بس أيام الشباب. وأنت لسه شباب يا حاج بس عجزت؟ لا أنت شباب. مش هو شباب يا عبده؟ شباب. ركبته في الاهرام. كنا بنروح الاهرامات ونركب خيل، وفي الجنان نركب خيل. بس ايه رايكم حبايبنا بقى؟ عرفونا رايكم كده، دلع ولا مش دلع؟ هي الفروسيه بقى. سلام عليكم. خوفوهاش بس. لا يا مش خايف. انت اللي خايف. لا انا مش خايف. طب بالراحه. واهم حاجه لمم دي. اهم حاجه لمم ده. امسك 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 امسك. بتاع واسع. فين العج الفروسية يا حاج؟ انت ميلت يا حاج. ميلت ايه؟ انت ثابت. انت اسمع على الحزوق ما تخافش منه. عملت قول لابويا كان بطل في البيت. وجد الله يرحمه. تصورت اللقطة دي؟ اوعى تنزل بقى. اتفرج بقى على محمود بقى. بس لا هو السرجي عايز يتجمد شوية. واسع بيتزحلق. محمود بقى الله اكبر عليه. لا لا مش للدرجات دي يعني. بس بص الخيل من الخيال اللي راكبه. لو لقاني خايف منه هيسيطر عليا. هي خايفه من الكاميرا على فكره. بص استنى. بص بقى السرج مش ثابت. السرج مش ثابت ليه؟ عشان لسه جديد. بيتحرك. عشان لسه جديد. لسه ده لما يعرق. طب اديها لف عشان تطمن. يلا بص. يلا كده. بص يا حاج الشمال بتاعي ثابت هنا اهو. اليمين اهو. بص اليمين اهو. بص استنى بس. اليمين اهو. بص بص خلي بالك بقى الحته اللي جايه دي. بص اليمين بتاعي ثابت، الشمال اهو. اهو فارس ولا مش فارس؟ لا برنس. صح ولا لا؟ لا برنس. عارفين يا جماعه اول مره اركب حصان، بس انا قبل ما اعمل حاجه او اشتري حاجه او اربي حاجه بدرسها الاول، وبعرف طريقه تربيتها الاول، وبعرف بتاكل ايه وبتشرب وبتتعامل ازاي قبل ما اغامر وقبل ما اخش في الموضوع، لان اي حاجه بخش عليها بحب اتعلمها الاول. يلا يا فرحه. شاطره يا فرحه. شاطره شاطره. تعالي يا اروى. ماشي هاتي بوسه. والله لا اخد بوسه. والله لا اخد بوسه. ايوه كده. ايه رايكم؟ يلا يا بطل بقى. ايه ورينا الفروزيه يا بطل. إيه؟ زي ما انا اتعامل. ربنا يستر. لو خفت هي هتحس بيه. طب مش كالع على مصر. ما تكسفنيش. ده زي بيتفرجوا عليا. جاي يا حاج تاني. ده عايز يتجمد شويه لسه برضه. طبعا اكمل هو جديد. انا ما بعرفش اسوق لو انا حافي. عم ما بيسوقش العربيات اللي هو حافي. عاش كمان الفرزه. بتقول يا حسن السوق ده تيجي يمينه. لم اللي جام. بس لم اللي جام وانشف عليها. وبص ركبك معبطه عليها. هبقى خيال جامد. ايوه لم بقى العكس بقى. العكس كده يعني. بس ده يبقى مشدود برضو سنه. ماشي انا كده على فكره اتعلمت خلاص. ما انا المفروض اتعلمت. المفروض يطلعوا لي رخصه بقى. طب يلا يا طبيب. يا طبيب.
ما تفتحش اللي جاب اول. تعالى يا ناس جامد. لا تفتحش اللي جاب. بقول لك بقيت خيال جامد اهو. بس كده برافو عليك 9 من 10. والله العظيم ده برنس. لف بقى يلا شمال اهو. لف شمال كده وتكلمها وتلغيها وتديها حركه مع صوت. سيب عبد الرحمن بقى يوريك الفروسيه. انا عايز انزل. حد ينزلني. حد ينزلني. حد ينزلك. انزل يا اسطى لوحدك. وترفع رجلك. المفروض انت ترفع رجلك. يلا يا حاج عبد كده بقى عشان الفيديو ما يطولش عليكم يا حبايبنا. استنونا بقى ايه هنعمل لكم فيديوهات كتير مع فرحه. خلاص ثبتنا على الاسم ده. تسلم يا حاج عبد. عايزين نتفرج بقى. اوعى تقع. امسك واحد وشد التاني. الله اكبر عليك. انت هتعلمه؟ ده المدرب يا ابني. الله اكبر عليك. عاش يا بطل. يا سلام على الفول باللحمه الضاني. شكله يفتح النفس. طعم من على الحصان تقع. اول واحد هياكل. ادعوا له ادعوا له. اعمل بيت ابوه 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 اللي وقع على الحصان. بس هو العيب في الحصان. لا انا بوقع. انا بوقع. انا الحق. انا كنت بخمكه وبعمل اللي انا هقع. ايه ده مقلب؟ مقلب. نمره 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 بيعمل لا نمرة. لا وربنا بيعذر. هو بيداري يشوف مقلب. هو عبد الرحمن. عبد الرحمن ده يا جماعه طبعا هو المسؤول عن الفرسه بمكان بتنظيف باكل بشرب. الله يبارك له. طبعا الحمى ده انا بحميها كده عشان خاطر ايه برضو تعرفني وتاخد عليا. احلان ولا لا؟ بالذات على الحيوانات. طبعا صدق بالله. لا اله الا الله. طيبه. طب اسالي مرفق كده ولا هتودي محمد يبوس الفرسه؟ قال يا امير ومحمد يقدر يبوس الفرسه. والله العظيم قسما بالله انت سيبك بقى دلوقتي. والله ما ترضى ابدا يا لهوي. يعني طب انا عايز اقول حاجه. حبايبنا وصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك وهركب سحر على الفرس. لا هركب سحر. كانت بتجري ولا عايزه تقف في حماها ولا عايزه تقف في ركوبها ولا بس على فكره انا بخاف منها. انا عندي. طب تخش معايا تحدي؟ انا عندي فوبيا من بالذات من الخيل. تخش معايا تحدي؟ لا ان انت لو ركبت الفرسه هديها 5000 جنيه. يا عم انا هديك 10,000 جنيه مش لا هركب. طب لو وصلوا الفيديو 50,000 لايك برضه هديك 10,000 جنيه مش هركب. لا 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 جاهزه؟ جاهزه. لو وصل هتركبيها؟ لو وصل ل 50,000 لايك هركب. جاهزه؟ جاهزه. وانا قدامك ولو وصل 50,000 لايك وركبت الفرسه وما وقعتش زي ناس. انا وقعت. لا مقلب. مقلب فيكم. زي ما قلت لكم لو الفيديو ده وصل 50,000 لايك وسحر ركبت الفرسه ليها عندي مكافاه 5,000 جنيه وحاجه ثانيه هخليها مفاجاه. طب انا محمود عندي كلمه. عارف عايز الفرسه تاخد عليك؟ هتلاقي سكر اواني. ما انا هجيب لها. ما انا بديها السكر العادي. لا مش لا هي الاواني. ماشي. مش كفايه السكر اللي بيديهولها. لا السكر الاواني. يا امير والسكر انت غلبتي. يلا بقى عشان الاكل هيبرد. هناكل بقى وكده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم. هنعرف منين؟ من عدد اللايكات اللي انتوا بتدوسوها للفيديو. بنعرف احنا بنتشجع لما بتدوسوا لايكات للفيديو بنعرف ان الفيديو عجبكم فبنستمر وبنعمل فيديوهات احلى. انا عايز اقول لهم ان انا ما وقعتش. انا كنت بعمل الحركه عشان ايوه بشوكه بيعمل حركه فينا. يلا.